اوكي، النهارده عندنا لسته طول اليوم، بس دايما بحب اوريكم قصص النجاح وازاي حياه الناس بتتغير. في عيانه كانت عامله السنه اللي فاتت معانا بالظبط تقريبا من سنه وشهر، عامله بكيني مرار، بكيني سليف، خست من 97 كيلو ل 65 كيلو دلوقتي، يعني خست اكتر من 30 كيلو، وصلت المثال، هي طولها 1.65 اصلا. فالمهم، ممكن بعض الناس من حوالي 10-30% من الحالات، ممكن مع نزول الوزن، اي حد بيعمل دايت مش لازم عمليه، ممكن يكون حصوات في المراره. فهي جايه النهارده عاوزه تشيل المراره، بس عاوزه ما تبقاش في جروح برضو لان عامله بيكيني سليف. فالنهارده حتى بصوا وزنها بقى مثالي 22، ده البي ام اي المثالي، كتله الجسم اللي بنحسبها واصله 22. فهي حتى يعني كده وصلت احسن نتيجه. ف النهارده هوريكم الفيديو، هوريكم نشوف السليف اخبارها ايه بعد سنه، محافظه على شكلها ولا لا، ونبص على المراره ونوريكم ازاي بتتشال. اللي عاوز يتفرج على الفيديو الطبي يتفرج على اليوتيوب، هنحط اللينك تحت.